انا بتعمل دلوقتي الغربان مع عمرو سعد واسماء ابو الوزير. ايوه بالظبط. وبيقولوا ان هو فيلم هيبقى عالمي وفيلم فيلم قوي ممثلين جدا، جبارة. وما شاء الله ياسين حسن مخرج عنده رؤيه حلوه قوي، عامل صوره حلوه جدا، عامل فيه شغل كويس، شركه الانتاج صرفه كويس جدا الحقيقه، يعني عاملين شغل هيبقى فيه ابهار يعني. طب انا عايز اسالك، انت ليه مقل في السوشيال ميديا مع ان هي لغه العصر؟ ما بحبهاش. ليه؟ عملت فيك ايه؟ طلعت اوحش ما فينا. اولا خلت كل الناس بقت بتحب الشهره، وكل واحد عمال يصور نفسه ويعمل معرفش حركات معرفش ازاي، وبقى التقدير الفني بقى بالترند والتيك توك او التيك توك وحاجات كده، وتبقى عندك اجر عالي لما يبقى عندك فولورز. صح. فانت بقيتي بتبقي زي يعني سلع، بتطلعي بالظبط كده، بتطلعي في البوتاجاز زي ما بيقولوا، يا ده بيطلع في الحنفيه. يعني انت ما عندكش ولا فيسبوك ولا انستجرام؟ ولا انت عندك بس بتتابع من بعيد، ما بتشتركش؟ لا خالص، ما بشتغلش وما بحطش حاجه، وما بتفرج وبشوف افكار الناس عامله ازاي يعني ما. فقط لكن تبقى. لكن انا بالنسبه لي يعني احنا ما استخدمناش اي حاجه فيها حاجه كويسه وحاجه وحشه، يعني اي حاجه بتتوجد تستخدميها لاصلاح الناس او لافساد الناس، لكن احنا بناخد كل حاجه بالافساد مش بالاصلاح. فيعني كان ممكن الحاجات اللي احنا بناخدها في السوشيال ميديا دي تعلمنا حاجات، يعني في برامج كويسه، في برامج بتعلم لغات، في برامج بتعلم في محتوى محتوى جيد، وفي محتوى رديء بالظبط. بس المحتوى الرديء بقى اكتر، بقى اكتر هو اللي غالب اكتر، لان خلي الناس حتى كمان أكتر. انها تبقى بشخصيتين، شخصيه مزدوجه، شخصيه تبقى تتعامل معاكي لما تشوفك تبقي حاجه محترمه، ويبقى بعد كده عنده حساب يفضل يشتم ويبهدل ويعمل أيوة ومعرفش ايه، طالما الناس مش عارفه مين ده ولا شكله ايه ولا بتاع، ويطلع كل ما هو وحش جوه. طب احنا عايزين نطلع كل ما هو حلو. الاستاذه نسرين دلوقتي تبص للكاميرا ورساله كم سنه جواز توجهها لها؟ اللهم صل وسلم على سيدنا. الحمد لله كويس قوي. انت عايزه ايه؟ الله اكبر يا سيدي، الله اكبر يا سيدي، بس خلاص، بس يعني خلاص. العلاقه دي، العلاقه دي ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر. ازاي نستفيد من التجربه ان احنا نوصل علاقه حب تستمر بالاحترام وبالتضحيه وبالظهر وبالجدعنه زي علاقتكم؟ اولا كل واحد فينا بيحاول يسعد التاني بشكل لغايه يومنا هذا، لازم هو هي اي علاقه زوجيه كده، ما انا هتستمر معاكي سنين ليه الا اذا كنت انت بتحاولي انك انت كل واحد يدي حق التاني يعني. طب اهي الصوره، اهي بص للصوره وقول بقى رساله حب. ربنا يخليها ويحفظها يا رب. انا بتكلم على عموما اي علاقه زوجيه، هي مش حرب ما بين اتنين، مين اللي يكسر التاني ولا مين اللي يذبح القطه ولا مين اللي يبقى لا، انت بتقبلي الطرف الاخر او النص بتاعك باهله ويعني، وهي بتقبل بتقبلني باهلي. احنا بنشوف دلوقتي صراع، كل واحد بيحاول يبعد اهله، يبعد اهل التاني وينعزل وينعزل ويحاول انه ما اعرفش ايه، لكن هو في قواعد ان انا النهارده انا استقبل باهلي، تستقبليني باهلي وانا استقبلك باهلك، وما ندخلش اهلنا في حياتنا، يعني غلط ان احنا ندخلهم في حياتنا. احنا ما بيننا وبين بعض نحل كل مشاكلنا، طالما بنقفل على نفسنا الاوضه بتحل مشاكلك، ما احنا كلنا بنتخانق وكلنا بيبقى عندنا حالات، بس نبقى عارفين الخناق ده لازم يتحل، لازم يتحل، وما تناميش وانت زعلانه، لازم تضحكوا تنبسطوا تهزروا تفكوا يعني نفسكم، ما تنامش على خصام، لا ما تناميش على خصام، ما فيش ولا حد يسيب بيته ويمشي ويروح عشان يعاقب التاني ولا الغضب ولا الغضب والكلام ده كله، العكس. فده حاجه، وكل واحد يحاول يسعد التاني، هو ده اللي ممكن على قدك يعني. ان شاء الله يا رب مش بملايين ان شاء الله، بلاش ورده، بلاش وبطيخ، تعالى نمشي بالظبط، تعالى نمشي في الشارع كده ماشيه مع بعضينا، ضحكه بطبطبه الحاجات كده، احنا نتعامل مع بعض بالحسنى ونتعامل مع بعض بالشكل اللي هو انا عاوز استمر في العلاقه، مش ان انا بتلككلك على ان انا
يا تعملي كده يا ياخد بعضي وامشي ويا معرفش ايه بلاك ميل في العلاقات، ما ينفعش الكلام ده. فلازم يبقى الاثنين مندمجين مع بعض، لازم بيساعدوا بعض. مش ممكن انا تشوفني انا تعبان وما تساعدنيش، ومش ممكن انا اشوف هي تعبانه وما ساعدهاش. يعني الرحمه طبعا، لان هو الرحمة. هو ربنا قال سبحانه وتعالى كده ان احنا ده سكن. السكن ده اللي هو الطمانينه والامان والاحساس بالراحه والاحساس بالحاجات دي كلها. فالعلاقات الزوجيه لازم تبقى يعني نعلمهم لاولادنا بالشكل ده، مش انه يجيب لي عربيه او يجيب لي فيلا او يجيب لي معرفش ايه واخش بكل الماديات دي كلها بتروح زي الجمال لما بيروح وبيفضل البني ادم. ربنا يديم عليكم يا عم. الله يخليك. ربنا يديم عليكم يا عم. ربنا يديم عليكم كل المعاني الحلوه. واسعدتنا وبجد سعداء بوجودك جدا، وبنحيي الجميله نسرين احلى تحيه واحلى بوسه كمان. انت نورتنا وشرفتنا، كان نفسي اشوف حضرتك، وبالاخص كمان نفسي اشوف النجمه الجميله نسرين. يعني ربنا يخليكم لبعض ويسعدكم دايما دايما. شكرا جزيلا، ولسه حلقتنا مكمله، نشوفكم بعد الفاصل.